أوه من زمان عن الاستراحة، كل السلق اللي في الشعيب يطلعون. يلا حيهم. هلا بحفل استراحة. الأمير إيش جابه المجالس هنا والجيوب الكازي هنا وإيش جابك؟ واستراحات وش فيها؟ بعد ما شبع 15 سنة ولا ضمضمك فيها. وجهك البارد ما استراحة ما جلس زي المجلس. يا ولد تشوف كايد اخط عليه ولا تخطع على الاستراحة. هلا طلعت النكفل حياك الله. غصبا عنك ليليا يتعشى عندنا لين حط سناب ما عاد اشوف. قلت انت عام المجتمع اذا صار ايش عنده المجتمع شباب ومهمه. يا ولد العمه ابو شوق اذا بيعشيك في الاستراحه ايش يجيب لكم؟ لا ابو شوق لا سعيد اطلع من الاستراحه لا يدشرونك حقنا الاستراحه. والله دج يا شيخ والله طلاق لو ابغاك انت تجي كل يوم انا اجيبك كل يوم. انا ابغى تجي الرجال هذا ساكن في التيك توك مستاجر هنا دورين وملحق اي مقطع في التيك توك يا ولد التيك توك مشي ابو بنت الديره فعلك طال عمرك اللي يبع الرد. شفت لو عارف اللي في التيك توك لا اقول لا تشهرنا دور واحد عنده قلب العلم طيب وش رايك انا بشكل وصل اللي في التيك توك ابقى الرجال هذا من عربه. الله يخليك لا اله الا الله ولا حتى الفلتر ما ينبع معك طب يبالك كيلو مكياج. اسمع اسمع شواد الوجه وحمر خدك ترى ما جلد الرجال لا او من وداك احنا مطلقنا في عنا البين واللي ما يخبى يا ولد العم انت ما تفهم انت السالفه ب 7 مليون كيف يسوي فيديو كيف يسوي فيديو تعال يا ولد انت حمر خدك ما بخش بكره ما حاطين حتى عندكم ما توري عام ما تشوف وجهك بكرة ما خطيب ما تورعه ما تورعه ما تبي تشوف شافت انا برا بالمراه